السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. نبدأ فيديو النهاردة بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقبل ما نبدأ الفيديو برضو عايزاكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو أنا أنزله، وكمان لايكات كتير يا بنات علشان الفيديو ناس كتير تشوفه. نبدأ فيديو النهاردة يا بنات، ان شاء الله هعمل لكم توك جديد بفكرة جديدة بمشروع جديد ان شاء الله. يعني اللي عايز تعمل مشروع هيبقى مشروع ممتاز بالنسبة لها، اللي عايز تعمل لبنتها في البيت بس جات مناسبة تعمل لبنتها في البيت برضو ممتاز، اللي عايزة تتفرج وتستمتع بس تمام. نبدأ كده النهاردة ان شاء الله يا بنات، هنشتغل بالورد ده. الورد ده اللي هو مترو 15 جنيه عندنا هنا في جوز. الورد ده جاهز بس انت ممكن تعمليه في البيت احسن وافضل منه بكتير. ممكن نشتري ورداية ومثلا متر من الشيفون، اي لون انت حباه او هتشتغلي بيه، وبعد كده هتجصي نفس القصة دي، وبعد كده خلاص انت هتتعلمي مع نفسك وتجدي ايه. مثلا احنا نطلع واحدة كده، دي الوردة يا بنات هنجص عليها لما نجيب الشيفون تمام، وبعد كده بنطبقها اربع تربع وبنلزقها او بنخيطها على اي مثلا دايره كده من الفازلين، فساعتها هنعمل ورده محترمه وجميله احسن من ورد المصنع ده لان هو اصلا مش متظبط. المهم يا بنات الورد ده لو انت اشتريتيه من مصر بتجيبيه بالطريقه دي، بتجيبيه ملفوف في بعض تمام بالمتر، يعني مترو تقريبا في مصر باربعة ونص او خمسة، يعني 5 جنيه تقريبا. اللفة فيها 9 متر، 9 في، واحنا بنشتري مثلا ب45 او ب50 اللفة، او ممكن اللفة برضو فيها 8 ونص، يعني على حسب الامتار. المهم بيكون واجع يعني مثلا ب5 جنيه، 5 ونص، 6 بالكتير. وفي جنة برضو بيدولك برضو ب60 الكيس في 9 متر او 8 متر ونص، برضو يبقى واجع ب6 ونص او 7 الا. في جوز عندنا هنا المتر ب15، لو انت هتشتري لفة طبعا صاحب المحل ربنا بارك فيه بينزلك السعر شوية. المهم الموضوع متوفر من كل الجوانب ان شاء الله. هنستخدم مع الورد ده يا بنات هنستخدم الخرز اللي هو ده، بصوا يا بنات اللي هو نص. لو انت في البلد اللي بتتابعيني منها عندك مثلا الخرز ده الوان، يعني يا ريت اللي هو نص لولي ده الوان، هتجيبي على حسب اللون اللي هتشتغلي بيه. انا طبعا عندنا هنا في البلد عندنا اوف وايت وابيض بس، فانا هشتغل النهارده بالابيض. عندنا الماظه 3D، الالماس ده مفتوح كده من ورا يا بنات بيتخيط، مش عارفه يعني هتشاف ولا لا، اهو كده تمام مفتوحه من ورا، ممكن تخيطيها خياطه. عندي 4 اتجاهات، 4 فتحات، ممكن نشوفها في الاسترسه الكبيره دي برضو زيها بس حجم اكبر، برضو جاي من ورا هنا مفتوحه، ممكن تخيطيها لو انت حابه تعمليه شغل متين محترم هتخيطيها خياطه. خلاص يا بنات دي مكوناتنا. طبعا عندنا الطوق، لو انت كمان معلومه بالنسبه للطوق، لو انت عندك الاطواق اللي هي متخيطه كده يا بنات دي ومتوفر عندك، دي بتبقى ممتازه خالص وبيبقى فيه منها الوان كتير. خلاص لو مش متوفر عندك ممكن تجيبي الاطواق اللي استانلس، سواء النوع ده وفي منه اصفر في منه اسود، يعني اللي انت اللي موجود تستخدميه، وتجيبي معاه شرايط ستان تمام فيس واحد او وجه واحد، بتلفيه على الطوق كله فبيدينا شكل كويس كانه جاهز بالظبط، وبتثبتيه كويس. ان شاء الله هعمل لكم فيديو ازاي تلفوا اطواق الستان، اطواق الستانلس بالستان ان شاء الله. ودي ومسدس الشمع يا بنات، بس كده يعني هنجيب نوع واحد من الورد او كيس واحد ولفه اطواق. والحاجات دي مثلا ممكن نشتريها بالجرام من عند المحل، وبعد كده هنروح نجيب الورده يا بنات، اي ورد احنا صح نسيت ما اقول لكم على الموضوع ده، ده ورق فازلين انا بجيبه بقطعه كده بشكل عشوائي، او اللي بيفيد مني يعني لما بشتغل في الشغل التاني، بقطعه مثلا دواير او اي شكل بحيث بثبت بيه الورده بعد ما الزكه في الطوق، بثبت بيه الورده ورا زي ما هنشوف دلوقتي. انا اخترت لكم الالوان دي اللي هي موجوده عندي، وان شاء الله هنبدا نعمل الطوق قدامكم ان شاء الله عشان تقدروا تعملوه بطريقه كويسه. اول حاجه يا بنات لازم نمسك الطوق ونقيس 5 سنتي من هنا اهو زي ما انتم شايفين تمام، وبعد كده بنجيب مسدس الشمع ونحط كده على الجزئيه اللي احنا حطيناه، وبنجيب الورد الابيض ونحطه بالطريقه دي.
اهم حاجه يبقى اول ورده بعدها 5 سنتي عشان ده مكان ورا الودن يا بنات عشان يطلع التوج مظبوط معانا. تمام، وندوس عليها بالطريقه دي. نحط هنا جزئيه تاني ونلزق ايه، نلزق ورق الفازلين بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. ايه فايدتها دي يا بنات؟ ده بيخلي التوج يثبت ومهما تستخدميه ما يتفلتش منك الورده. لكن لو انت حاطه الورده مثلا حطاها كده ومثلا اي حاجه حصلت فهتشال على طول معاكي، لكن هنا موجوده حاطين حاجه مثبتاها، لا مهما هتشدي مش هتتفلت معاكي ان شاء الله. تمام، بعد كده بنيجي نحط الورده اللي وراها بنفس الشكل. ما يبقوش يا بنات بعاد عن بعض جامد، يدو بيبقوا حلوين ولا لازقين في بعض جامد ولا بعاد عن بعض، يعني المظبوط كده. تمام، ونكمل كده الباقي يا بنات. زي ما انتوا شايفين كده بنات تقريبا طوج الورد بياخد 7 وردات، بس طبعا انا معلش ما اتظبطش معايا كويس، بيبقى الورد كده. بصوا بنات شايفين الطوق، شايفين كده وبنثبت وراه زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي، بنثبت البتاع الابيض، بنثبت كده بقول نحط دوائر. انا هثبتها وارجع لكم ان شاء الله. وده الشكل بعد ما خلصنا يا بنات. بصوا اللون الكحلي جميل ازاي، مش عارفه يعني هو الاضاءه كويسه ولا لا، بس ان شاء الله هتتبسطوا بالنتيجه عندكم في البيت، هيطلع الموضوع افضل بكتير. ده اللون السيموني. طبعا كل ما يكون يا بنات الـ 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 الورده لون الطوق بالظبط بيكون افضل بكتير وبيكون اشيك بكتير، بس انا مش متوفر عندي حاليا وقت، ما لقيتش حاليا وقت تصوير نفس الالوان، فحطيته على اللون الاسود برضو بيمشي حلو. وكمان اللون الاسود يا بنات مش بتوسخ بسرعه، لان احنا اصلا كبنات بتحط في شعرها مثلا كريمات او فازلين او حاجات كتير على حسب ما الواحده تستخدم، فالحاجات دي بتوسخ التوج الابيض بسرعه خالص على فكره، فالحاجات دي بتستخدم مناسبات. ولما بيكون التوج الاسود بيكون افضل بكتير. الحاجه الثانيه ان هو اصلا الشعر اسود والتوج اسود، فمش بيبان غير الورد بس معانا. تمام، شايفين كده يا بنات. طبعا الورد ده منه الوانات كتير خالص، انت ممكن تجيبي اللون اللي انت حباه. طبعا ملك الالوان بالنسبه لي انا الابيض مش الاسود. شايفين كده يا بنات، شايفين كده احنا مقفلينه ازاي ورا، حاطين ورقه الفازلين كده اهي، مقفلين بيها الطوق بحيث يبقى ما يتفلتش معانا بسرعه ويقعد معانا اكبر وقت يعني. وكده نكون خلصنا مشروع النهارده يا بنات. يا رب تكون الفكره عجبتكم وتنفذوها ان شاء الله، يبقى عندكم دخل منها. ولو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشارات بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها، ولايكات كتير طبعا، وادعوا لي كتير يا بنات. واي استفسار عن اي حاجه ابعتوا لي في الكومنتات، او مثلا ابعتوا لي على الخاص على صفحه الفيس عندي، وانا تحت امركم في اي معلومه. انا في الفيديو ده خلاص وفرت لكم معلومات كتير عن المشروع ده، وان شاء الله نبدا كده ونعمل دخل لنفسنا ان شاء الله. واخر حاجه نختم بيها، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم.